إلى ذلك أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم أنها قامت بتزويد السوق المحلية بكميات كبيرة من المشتقات النفطية المستوردة لتجاوز أزمة شح الوقود، وذلك بعد الأزمة الخانقة التي شهدتها البلاد. مصدر مسؤول في الشركة قال في تصريحات له أن عددا من السفن المحملة بالمشتقات النفطية وصلت إلى ميناء الحديدة، وأنه يجري تفريغها وتزويد السوق المحلية في مختلف المحافظات تباعا من اليوم لضمان الاستقرار للمشتقات النفطية ووصولها إلى المستهلكين. وفيما لم يحدد المصدر المسؤول جهة استيراد الشحنة النفطية، حصلت السعيدة على جدول توضيحي لناقلات النفط في ميناء الحديدة ليوم الأربعاء. ووفقا للجدول فإن السفن الرأسية داخل ميناء الحديدة هي جريس، وتحوي على 12,917 طن من مادة الديزل، وناقلة نفط اليمن واحد، وتحمل 3,391 طن من مادة المازوت. فيما أكملت ناقلة عدن برنس أفراغ حمولاتها البالغة 6,216 طن من مادة الديزل. أما السفن المتوقع وصولها يوم غد إلى ميناء الحديدة فهما سفينتان جرهود، وتحمل 4,995 طنا من مادة الديزل، وآسيا أدفنشر، وتحمل 7,500 طن من مادة الديزل أيضاً.